انا مش عايز حاجه اكتر من مجيو عاوز ايه بس ده اللي طالبه مش عايز حاجه اكتر من كده ربنا يرحمه بحقك يا نبي يا رب طبعا عم عيد احنا عارفين طبعا الله يعني الله كفونا ربنا صبرك وطبعا مش حاله حزن حضرتك بعدها طبعا في مصر كلها طبعا حاله حزن على الشهيدين يعني ربنا يتولهم برحمته ربنا يتولى بيهم الحمد لله كله على كل حال الحمد لله طبعا بس يعني عرفنا يعني علاء ومحمد يعني شخصيتهم طبعا عايزين نعرف الناس من هم علاء ومحمد علاء عيد الحسين راجل بوهاجي محمد كهربائي طلعني جواك العيش محمد ما اتجوزش عايز يعمل شقة وعايز يتجوز على طلع يساعده واللي حصل حصل وما نعرفش ايه اللي حصل لغايه دلوقتي اصلا هل ماتوا هل حيين هل مش عارفين اي حاجه اخر تواصل كان مع علاء ومحمد كان امتى؟ يوم الاحد الساعه 1 بالليل ده قبل الاعصار ما يضرب مدينه درن اه كان مكلم اخوه الساعه 1 بالليل الاتنين مكلمينه يوم الحد والله حصل حصل بقى معرفش ايه كان قالوا لكم اللي كان فيه اعصار او قالوا لكم اللي فيه مخاطر على وقالوا فيه هوا وزعابين واحنا قاعدين في الحوش تحت ده اللي حصل هم مسافرين بقالهم قد ايه تقريبا؟ واحد مسافر بقاله شهر ونص ولا شهر والتاني بقاله بسنه علاء بقاله سنه ومحمد بقاله شهر فقد الاتصال بيهم من يوم الحد وكان اخر اتصال الساعه 1 بالليل اخر اتصال لهم الساعه 1 بالليل مع فوق قالوا لهم اللي هم موجودين مفيش اي مخاطر مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه قال لك في شويه هوا واحنا قابلين وقاعدين وده اللي حصل بعد كده ما سمعناش اي حاجه عم انت طبعا بيطالب الدوله المصريه يعني طبعا هنا مش بقى كرام احنا طبعا مع النائب محمد زكي طبعا عضو مجلس النواب عن دائره الحمول بيلا البرولوس طبعا احنا تركنا الكلمه طبعا عشان عارفين عم عيد واللي فيه طبعا احنا نقلنا كلمه للنائب محمد زكي طبعا حي شرحنا دلوقتي الوضع اللي حصل في بعد تواصل جهود الدوله المصريه خاصه في البحث عن المفقودين من ابناء مركز الحمول هناك في ليبيا طبعا في البدايه بقدم التعازي لاخواتنا هنا بقريتي بقريه الزعفران الاهلي وربنا يصبرهم على مصابهم الاليم ودي كارثه يعني بكل المقاييس فقدان شابين من الزعفران وشقيقين تعتبر كارثه لاهلنا في الزعفران هنا وبقدم تعازي للشعب المصري لان ما حدث في درنا يعتبر كارثه من ضمن الكوارث الطبيعيه